استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، الذي قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخ عائشة بنت سلمان بن حمد الخليفة رحمها الله شقيقة سمو رئيس الوزراء وحرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد الخليفة، داعيا الله يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء، مستذكرا مناقب الفقيدة رحمها الله وما تركته من بصمات واضحة في ميادين العمل الخيري والإنساني، فيما عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي على هذه المواقف والمشاعر الأخوية النبيلة التي تعكس المحبة الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، متمنيا سموه للكويت وشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار.